اهلا بيكم حبايبي طلبه الصف السادس الابتدائي عن منين. يا رب دايما تكونوا بخير مع بعضنا. اكسرسايز ليسن 2 في كونسبت 1 1. اول سؤال تشوز ذا كوركت انسر. ميكروسكوب هيلب ساينتست تو ديسكفر. الميكروسكوبات بتساعد العلماء ان هم يكتشفوا ذات ان نقط ذا بيلدينج يونت، بيكتشفوا ان نقط وحده بناء اجسام الكائنات الحيه، بيكتشفوا ايه؟ ان السيل. اوكي. اتنين، رقم اتنين، the body of simple living organisms as bacteria، جسم الكائنات البسيطة مثل البكتيريا consists of، البكتيريا تتكون من one cell only، خلية واحدة بس. تلاتة، you can see the cell of all following، ممكن تشوف خلايا كل الأشياء اللي جاية دي under microscope، أشوف خلايا الأونيون البصل، human skin جلد الإنسان، الليف الورق، هنا بيقول except ما عدا نختار الستون. ستون يعني طوبة أو حجر، مش محتاجة ميكروسكوب دي. تلاتة، آسف، أربعة. أربعة يا محترمين، all the following are from parts of microscope، كل اللي جاي ده من ضمن أجزاء الميكروسكوب ما عدا أيبيس، الأيبيس تبع الميكروسكوب اللي هي العدسة العينية، سيج المنصة اللي بنحط عليها الشريحة تبع العدسة العينية، كفر سليب، كفر سليب اللي هو ايه بقى؟ غطا الشريحة، لا دي مش من ضمن مكونات الميكروسكوب، الميرور تبع الميكروسكوب. كفر سليب دي شريحة كده زجاجية بنضع عليها العينة اللي عندنا وبعد كده بنغطيها بكفر سليب، دي مش تبع تركيب الميكروسكوب. خمسة، when you examine a piece of onion، لما نفحص جزء من نبات البصل تحت الميكروسكوب using the lower power objective lens، خلي بالك من دي بقى، lower power objective lens، عدسة شيئية ذات قوة ضعيفة، يبقى الشريحة اللي عندنا هتبان ازاي؟ you will see the cell، هتشوف الخلايا بتاعة البصل onion النقط سايز بحجم small طبعا، لكن امتى تبقى large او big؟ لما استخدم higher power object، عدسة شيئية ذات قوة كبيرة. رقم ستة هي محترمين، the modern microscope، الميكروسكوب الحديث، help scientists، يساعد العلماء to discover all the following information، يكتشفوا كل المعلومات الآتية about the cell. الميكروسكوب البسيط بيساعدهم إن هم يكتشفوا الحاجات دي كلها except ما عدا cell is the building unit، هما بيكتشفوا دي ما ينفعش اختارها لأنه بيقول except. هل الميكروسكوب بيكتشف some simple، ان some simple living organisms consist of one cell، بعض الخلايا الانظمه اسف الكائنات الحيه البسيطه بتتكون من خليه واحده زي البكتيريا؟ اه طبعا اكتشف كده الميكروسكوب. living organisms، اكتشف الميكروسكوب ان الكائنات الحيه اللي بتحتوي على كومبلكس سيستم، اجهزه معقده تتكون من ميني سيل، اه هو اكتشف كده فعلا. لكن all living cell have the same part، هل الميكروسكوب اكتشف ان كل الخلايا الحية ها ليها نفس الاجزاء which have the same function، ليها نفس التركيب اللي ليه نفس الوظيفة؟ لا ده الكلام ده غلط، عمر ما كانت الخلايا الحية ليها نفس التركيب بنفس الوظيفة، لا الخلايا النباتية حاجة، الخلايا الحيوانية حاجة وهكذا. اللي بعده يا محترمي، ترو اور فولس، صح وغلط. روبرت هوك، العالم روبرت هوك استخدم الميكروسكوب تو اوبزرف سيل، لملاحظة الخلايا اوف سام سامبل، لبعض العينات اوف بلانت بارتس. الإجابة ترو، ذا بادي اوف ليفينج اورجانيزمز، جسم الكائن الحي اللي بيحتوي على كومبلكس سيستم، أجهزة معقدة، يبقى جسم الكائن الحي اللي بيتكون من أجهزة معقدة يتكون من one cell only، إزاي؟ طالما كومبليكس سيستم يبقى ميني سيل، ما ينفعش أقول one cell، يبقى فولس. all objective lens، كل العدسات الشيئية اللي في الميكروسكوب اللي بنفحص بيها الحاجات have the same focusing power، لا نفس قوة التركيز، غلط بتختلف. أربعة، أربعة بتقول إيه؟ The modern
microscopes, ميكروسكوبات الحديثة help scientists to discover more information about the cell. بتساعد العلماء إنهم يكتشفوا المزيد من المعلومات حوالين الخلايا. True. خمس، we can see the examined sample. ممكن نشوف العينة اللي بنفحصها in bigger size, بحجم كبير لما بنستخدم when using the high power objective lens. لما بنستخدم عدسة شائعة ذات قوة كبيرة بتبان bigger size. طبعا true. ستة، the function of course focus, المقبض الكبير اوكي وظيفته and the fine focus المقبض الدقيق وظيفتهم making the image بيخلوا الصورة of sample very clear بيخلوا الصورة بتاعة العينة very clear واضحة جدا تحت الميكروسكوب. الإجابة true طبعا. نفضل نقرب ونبعد العدسة الشائعة من خلال الكورس فوكس والفاين فوكس لحد ما نشوف أوضح صورة للعينة. الصفحة اللي بعديها يا محترمين هناخد من الكلمات ونحط تحت low power قوة ضعيفة objective lens عدسات شيئية زي سيل الخلية small صغير living organisms كائنات حية. لازم نبقى عارفين ترجمة الكلمات عشان نعرف نجاوب. روبرت هوك name each of tiny particles هذا العالم الجميل سمى الأجزاء الصغيرة بتاعت اللي شافها under microscope as سماها ايه؟ سماها the cell. نكتب هنا the cell. The cell is the building unit of living organisms body. نكتب هنا كده living organisms body. اوكي. ثلاثة، different focusing power of نقط allow us يعني التركيز قوة التركيز المختلفة النقط بتسمح لنا ان احنا نشوف ال components of the cell مكونات الخلية. يبقى طبعا نكتب ايه؟ objective lens. اوكي يبقى القوة التركيز المختلفة للعدسات الشيئية objective lens هي دي اللي بتسمح لنا ان احنا نشوف مكونات الخلية. اربعة، you can see cell of an examined sample تقدر تشوف الخلايا بتاعت العينة اللي بنفحصها النقط size by using طبعا هنا مكتوب low power يبقى هي ما فيش اللي هي low power نكتب هنا low power وطالما low power يبقى نشوف الخلية ايه in small a size حجم صغير. فاهمين؟ جيف ريزون بنحله علشان وقت الفيديو ما اطولش عليكم. ليه العلماء تندتو بيميلوا الى استخدام الميكروسكوب in their research؟ ليه بيستخدموا الميكروسكوب؟ علشان الميكروسكوب ده بيساعدهم ان هم يكتشفوا معلومات اكتر عن الخلايا. يبقى because microscope help to discover بيساعد لاكتشاف more information about the cell معلومات اكتر عن الخلايا. اتنين، we must rotate the coarse focus المقبض اللي بنحركه ده الكبير والمقبض الدقيق لازم نستخدمهم اوكي لازم نلفهم اثناء examining فحص السامبل under microscope. لما نيجي نفحص خلية تحت الميكروسكوب لازم نستخدم ايه يا اولاد؟ نستخدم المقبض اللي قلنا عليه اللي هو المقبض الضابط الكبير والمقبض الضابط ايه الدقيق. ليه؟ to see clear image حتى نرى صورة واضحة for the sample للعينة. يبقى to see a clear image for the sample. What happened؟ ماذا يحدث؟ scientists didn't invent the microscope. لو العلماء ما ابتكروش الميكروسكوب مش هنقدر نكتشف معلومات اكتر عن الخلية. يبقى they couldn't ما كانوش يقدروا discover يكتشفوا لما استطاعوا اكتشاف more information معلومات اكثر about the cell عن الخلية. اتنين، you examine a sample of plant cell لما تفحص عينة من خلايا نبات باستخدام the low power objective lens عدسات شائعة ذات قوة ضعيفة of microscope. لما نفحص عينة من خلية معينة
ها باستخدام عدسات ضعيفة، عدسات شائية ضعيفة. طبعا هنشوف حجمها صغير لأن عدسات ضعيفة، يبقى you will see the cell، هتشوف الخلية in small size. اوكي، او ممكن نقول له the size of the cell become small. The size of the cell become small، حجم الخلية تبقى صغير. اخر سؤال اقول لكم باي باي يا محترمين. اوكي، the opposite figure represent، الشكل اللي قدامنا ده يمثل، طبعا ده شكل خلية ايه؟ نباتية. الخلية الحيوانية تاخد الشكل الدائري، الخلية النباتية تاخد الشكل المستطيل ده، يبقى ده بلانت سيل. figure 1 indicate بتوضح that we use the، دي شكلها صغير حجمها صغير، يبقى احنا بنستخدم ايه؟ low power objective lens of microscope because the cell appear، لان الخليه بتبان less clearly. فاهمين يا ولاد؟ رقم 3 figure 2 الشكل 2 indicates بيوضح ذات we use the، طبعا الخليه حجمها كبير فبنستخدم high power objective lens of a microscope because the cell appear، لان الخليه بتظهر more clearly يعني اكثر وضوحا. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا، ربنا معاكم ربنا يوفقكم يا احلى واطيب طلبه وطالبات، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.